دي شقة 3 غرف وصالة، عندي ده المدخل، عندي هنا ده دولاب. اجي بقى كده عندي ده هنا الصالة فيها بلكونة، اجي بقى كده عندنا ده المطبخ كامل من الأجهزة الكهربائية. عندي هنا ده حمام ضيوف، حمام صغير. نطلع دلوقتي نشوف الغرف. عندي هنا ده الحمام، دي غرفة بقدر أخرج منها للتراس، ودي غرفة تانية، ودي دي الغرفة التالتة. دي هنا البطالة، عندي هناك الخدمات كلها.